متهيألي أي حد عايز يطور من نفسه في مجاله محتاج يعمل حاجتين، أول حاجة إن هو يطور من شخصيته، وتاني حاجة إن هو يطور من النولج بتاعته في مجاله. أنا مهيمن بيومي ريجنال اتش ار اسوسيت، وهحكي لكم عن تجربتي في هايرت. الحقيقة لما كلموني عشان أتكلم عن الكورس اللي أنا خدته في هايرت ما فكرتش مرتين، لأن متهيألي هايرت من الأماكن القليلة اللي بتديك ديب نولج في الاتش ار فيلد عامة. الكورس بيزيكلي بيحول أي حد من إن هو عنده بيزك اتش ار نولج لشخص بيحط اتش ار استراتيجيز company from scratch. في الكورس اتعلمت كل حاجه من اول الهايرنج اند ريكروتنج، الكومن بان، الاتش ار استراتيجيز، الاورجنايزيشنال ديفلوبمنت، كل حاجه. انا بنصح اي حد عنده بيزك نوليدج او عندوش نوليدج بيزيكلي بالاتش ار لازم ياخد الكورس بتاع هايرد او الفاونديشنال كورس بتاع هايرد.